اهلا بيكم. النهارده جايبه لكم وصفه رائعه، مرطب للشفاه طبيعي 100%. كل مكون في الوصفه دي ليه فوائد لا تعد. كله طبيعي، كله اورجانيك، مفيش اي حاجه صناعيه ولا اي حاجه ممكن تاذي البشره. فعال جدا جدا، هتجربوه وتقولوا لي ان شاء الله يا رب يعجبكم. بمكونين اتنين بس اساسيين، الباقي ممكن نستغنى عنه. ويلا نبدا. انا جايبه لكم النهارده اسهل وصفه ممكنه لعمل مرطب الشفايف، نقدر نعملها بمكونين بس وناخد كامل الفايده. ده زيت جوز الهند الطبيعي، مفيش فيه اي اضافات، مفيش فيه اي تعديل، اورجانيك. وشمع العسل كمان من غير اي اضافات من اي نوع. العبوه استخدمتها قبل كده فقفلتها كويس. طبعا طريقه حفظ الحاجات دي مهم جدا عشان سلامه المنتجات اللي هنعملها لبشرتنا بعد كده. فبمكونين بس نقدر نعمل الوصفه، لكن اذا حابين نزود الفايده في مكونات مش اساسيه، فيتامين اي. كلنا عارفين فوائد فيتامين اي، مضاد للاكسده، يعني اشهر مضاد للاكسده موجود في الجسم. يعني ايه مضاد للاكسده؟ يعني بيحمي الخلايا من التلف وبيزود عمر صحتها في الجسم. وزيت اساسي بس مش فراجرنس، يعني مش بتاع الفواحه، زيت من خلاصه اي زيت انتوا حابينه. انا معايا زيت الورد وزيت الياسمين، هستخدم واحد فيهم النهارده. بس الفكره انه ما يكونش زيت الفواحات، ما يكونش زيت عطري، يكون زيت نقدر نستخدمه على الجسم. دلوقتي اذا ضفنا مقدارين متساويين، عشان تعرفوا ازاي الوصفه سهله، اي مقدارين متساويين من زيت جوز الهند وشمع العسل ودوبناهم بحيث ان ما يغلوش، كده خلصنا الوصفه. بس بنفضيها في كونتينر ونسيبها تجمد. متخيلين السهوله؟ تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. مقدارين متساويين من شمع النحل وزيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند غني عن التعريف بكل فوائده. ابسط حاجه انه مناعم للجسم، مضاد للالتهاب، مضاد للبكتيريا، استاذ في علاج اماكن الجفاف في الجلد. فهو غني عن التعريف بصراحه. مقدارين متساويين، انا استخدمت الميزان بالجرامات. انت مش مضطره تستخدميه لو مش موجود عندك، استخدمي مكيال، بس مكيال متساوي. عايزه تحطي 30 جرام و30 جرام، 50 جرام و50 جرام، بس راعي انك كل ما زودتي الكميه هيبقى معاكي كميه كبيره من مرطب الشفايف، فاعملي حسب اللي انت هتبقي محتاجاه. طبعا كويس ان احنا نعمل شويه زياده وندي هديه لحد يستفيد معانا، ده شيء رائع. هنخلطهم ونقلب كويس. طبعا في ناس بتستخدم المايكروويف علشان تدويب الخليط، انا ما عنديش مايكروويف وما بستخدموش ابدا في اي حاجه، لكن في بديل طبعا. هنستبدل المايكروويف بميه سخنه، هنحط فيها الكونتينر او الحاجه اللي احنا حاطين فيها الخليط بتاعنا، بحيث انها بتكون حاجه بتتحمل النار وما بتتفاعلش مع الخليط، زي البايركس مثلا، زي الازاز، زي الستيل. ممكن نولع النار تحتها شويه بس بحيث ان الخليط نفسه ما يغليش، يعني حتى لو الميه غليت مش مشكله. بنقلب كويس. الخليط ده وبمجرد ما بنشيله من على النار بتبدا شايفين الحواف بدات تجمد، فلازم نضيف بقيه المكونات بسرعه. اذا هنضيفها اللي هي المكونات اللي مش اساسيه، اللي نقدر الوصفه تبقى كامله من غيرها. انا هضيف حوالي معلقه شاي من فيتامين اي، وهضيف شويه حوالي سنتي او ملي من زيت الياسمين عشان تطيب ريحه حلوه. نقلب المكونات تدوب مع بعض، اسيب الحراره تهدى شويه وبحطه في الكونتينر. في ميزان للحراره اللي هو بيقيس عن بعد
او بيقيس درجه حراره السوائل او الخليط، لو بتعملي صابونه او اي حاجه انت مش يعني مش ملتزمه ولا حاجه بيه، بس هو بيديني نتائج ادق. لكن حتى في وصفتنا دي انت مش محتاجاها، قلبي كويس اللي تختاريه، بس راعي انه يكون صغير. اي حاجه بتعيد استخدامها او اي حاجه حابه تستخدميها صبي الخليط لجوه، معانا كمية تكفي هنا 3 برطمانات تقريبا. مباشرة شوفي بيتجمد ازاي، في كمية هتفضل هنا في السلطانية انا هعيد هسيحها مرة تانية واستخدمها، وبتسيبيه مكشوف لحد ما يجمد. هنا الخليط بدأ يجمد تماما وما عداش 5 دقايق. بتاعنا مش عايز اقول لكم الريحه تجنن، ريحه رائعه جدا. بنسيبه لغايه ما يتاكد ان الكونتينر نفسه من بره بقى بارد تماما عشان ما نغطيهوش وفي اي نسبه حراره. اتمنى تكون الوصفه النهارده عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. في ناس بتحب تضيف لبستيك او روج مكسر او قديم عشان تدي لون، الحقيقة انا حبيت الوصفة تبقى طبيعية بالكامل. ممكن نضيف لون عن طريق حاجات تانية، عن طريق حاجات تانية طبيعية هنستخدمها في وصفات جاية ان شاء الله. اذا ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا عشان ما تفوتكوش اي حاجة من الوصفات اللي جاية. الفيديوهات اللي نزلتها بالانجليزي قبل كده وكل اصحابي حبوا ان هم يعرفوا الافكار دي بالعربي، ان شاء الله بنزلها كلها مترجمة، يعني بعمل فويس اوفر مرة تانية بحيث ان الصوت يبقى كله شرح بالعربي. واتمنى اشوفكم مرة تانية. باي باي.